ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعنا لكم بفيديو جديد، والنهارده الفيديو هيكون عن فلوج الولاده اللي الناس طلبته مننا. يعني احنا امبارح نزلناه ان هو شورتس، يعني بالطول ويكون 40 ثانيه، يعني اقل من دقيقه، وفي ناس كتير عجبها وقررنا ان احنا نعمله بقى كامل عادي جدا بالظبط كده. يعني انا معلش بالدعوه بالفيديو اصلا، انا هتفرجوا بس. فاحنا هنجيب السي دي بتاعت او الشريط فاحنا هنجيب الفيديو ونشغله في التلفزيون ونشوفه. يلا عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، هاتي الفيديو حطيه، وانا ونورا نستنى هنا. انا هلعب بالالعاب على الكرسي بتاعي. خلاص مش هروح اجيب. اهو جبته، ماشي يلا حطيه. نفتح كده ونحطه. محمد عايزه ايه؟ هنقول نحضر شنطة البيبي امتى؟ عشان الدكتورة قالت لي ان المفروض النهارده ان انا اروح لها. ماشي ماشي، قومي حضريها. قومي حضرها معايا. يوه طيب ماشي، يلا شوفي عايزة ايه. يلا تعالى نحضرها. يلا ايه، انا هي دي الشنطة وهلمي فيها الحاجات بقى. ماشي لمي، ماشي انا هقعد هنا بقى. قوم لمي معايا. طيب ماشي اهو، اعمل ايه بقى؟ شوفني هعمل ايه وقولي اه او لا. ماشي ده، ماشي هو هاخد ده وده وده كمان، باخد ايه كل ده؟ انت مالك؟ ماشي ماليش دعوة اصلا. وممكن اخد الكريم دوت عشان ممكن يحتاجوه، اصل هما توأم ما انت عارف. ما انا عارف. ممكن اخد زبدة الكاكاو بتاعتي وديت، انا ما اعرفش لازمتها ايه بس لازم اخدها هي مع ديت كمان. وتعالى افتح حبه البامبرز وحط. طيب ماشي اهو اهو يا ست، اهو حطيتهم كلهم، كل اللي في العلبه. ماشي شكرا، العفو على ايه. وهاخد الفرشه بتاعتي، واخد الشامبو وكمان دوت. ممكن اخد الكريم ده كمان. ايه تاني؟ هنروح عند اوضه الاطفال بقى. يلا عايزة دول طبعا، وخدي دول كده هنحتاجهم يعني اهم. ما انا عارفة، بس ثواني بس سيب دي عشان انا محتارة بين الاتنين. خلاص لازم دول. ايوة طبعا لازم، انت ازاي بتتكلم في كده؟ ماشي اهو جبتهم. خلاص بقول لك ايه، الشنطة مش مكفية. خلاص اجيب بقى علبة احط فيها حاجاتي. ايوة احسن. هي ايه رايك في العلبه دي؟ هتكفي. خدي بقى شيلي حاجاتك. يلا ماشي، هاخد ديت وديت وديت وديت. لا طبعا، بس خلاص ماليش حاجه تاني. امال ايه ده وايه ده كمان؟ فين اهو الكريم دوت؟ على فكره ده للاطفال بس. ماشي يعني، ونحط بقى الحاجات تاني. حطي العلبه بتاعتك، حطيها مفتوحه عشان برضو لو مفيش مكان. ماشي بس نقفلها الاول عشان لو مفيش مكان نبقى نفتح. هي مش الفرشه ديت تبعك؟ ماشي. هنحط بقى الحاجات اللي احنا كنا عايزين نحطها. ننزل تحت. ودي قلتي اللي احطها. بص ايه رايك في دي ولا دي احلى؟ الاثنين زي بعض. خلاص هاخد البيضة احسن، وهاخد طبعا كلينكس. ماشي ودوت. ماشي واكيد بودرة يعني طبعا. ماشي ناخد لهم بقى شوية العاب. ايه ده، هما لسه مولودين وانت مالك انت؟ هيفيدوا. هناخد حاجات بسيطة ما تخافش. بس دي ودي ودي للولد ودي ليهم هما الاتنين زي التاني. ماشي كويس. افتح العلبة بقى عشان ما فيش مكان اهو. ايه تاني؟ افتح الدولاب دوت، اخد اكل ليهم. يا بنتي عقلي، اكل ايه اصلا؟ ما فيش مكان يعني. ايه مش هحط اكل. خلاص كده كفايه، يلا عشان نروح للمستشفى. ماشي يلا تعالي نقعد بس شويه. خلاص نقعد. يا محمد يلا نروح المستشفى. طيب يلا بسرعه. يلا اهو سبت اللابتوب. هات الشنطة وانت جاي، هات الشنطة.
ماشي يا مرمطني كده ليه؟ لو سمحت يا دكتور، فين الدور بتاع الولادة؟ هو الدور التاني. طب ماشي، ممكن اخد كرسي من اللي هناك دول؟ ايوه، اتفضلي اقعدي. ماشي شكرا، يلا نطلع بسرعة. يلا يلا، الدكتور قال الدور التاني، بسرعة ادوس على الدور التاني. يلا بسرعة. ماشي، لو سمحت يا دكتورة، في ممكن تدينا الأوضة بتاعتنا بسرعة؟ أيوة، تعالوا. ده دي أوضتكم، ده سرير للبيبي، ودوت مكان هتحطي فيه حاجاتها انتي، يعني هتحطي فيه حاجاتك، ودوت السرير اللي انتي هتقعدي فيه، وده الحمام بتاعكم، والكرسي اللي انت هتقعد عليه. ماشي شكرا جدا، انا بقى طالعة لغاية اما حضرتك تندولي. ماشي شكرا. الأوضة حلوة مش وحشة. أيوة، انا هدخل اغير وانت بقى هحط الحاجات. ماشي، انا هاخد دوت وادخل انا بقى. غيرت خلاص. ماشي، هاتي هدومك حطيها فوق. ماشي، بتقفل طب الدولاب ليه؟ معلش. شيل السرير دوت هنا، الكرسي دوت نشيله هنا. ايوه، وانا هقعد هنا اهو بقى، وانا هرتب الحاجات، عامل زي الخدام بالظبط. حاجاتك ديت شوفي هتحطيها فين، حطها هنا اهو زي ما هي. ماشي، ونحط ديت وديت. دي هدومك، لازم تتعلق. ايه ده؟ لا مش انا. وايه تاني؟ العاب الاطفال خليها تحت مع الصندوق بتاعك. خلي الصندوق بتاعك هنا احسن. ونحط البامبرز هنا، وديت هنا، وهنا هدومك كتير قوي. معلش، بس خلاص المناديل ديت نحطها فوق كده، ونقعد هنا بقى نستنى حضرتك. ماشي، انت الدكتورة بسرعة يا محمد. ماشي يلا بسرعة. حاضر يا دكتورة. لو سمحتي، ايمي عايزاكي. ايمي مين؟ ايمي اللي كانت حامل دي. طيب ماشي، جاي. اتفضلي يا مدام على الكرسي دوت، تعالي جوه. يلا. ماشي شكرا جدا ليكي. يلا، تقدري حضرتك تقعدي هنا. ماشي اهو، اكشف عليها ولا ايه؟ ايوه شوفها. ماشي، حط من دوت هنا اهو كده، واحط على ايدي. يلا يا دكتورة. حاضر، والبس ديت وشوفها. ايوه، التوأم الحمد لله كويسين. يلا اتفضلي هنا بقى. يلا هطلع انا. ماشي، اتفضلوا اولادكم. الله، دول حلوين قوي. بس كده، هو ده الفيديو. وبس كده نكون خلصنا كمان فيديو النهارده. ما تنسوش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، وتدوس على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بننزله، وتقولوا لنا افكاركم في الكومنتات. وبس كده، باي.